وروني بالله الاخوان اللي يعدلون السكريبت ذولا، خلينا نشوف شكلهم بس هم يعدلون. بس ايش رايك استاذ حاتم؟ والله كيف اشكالهم، اشكالهم جميله لطيفه ما شاء الله. تعديلات، التعديلات كيف؟ التعديلات رائعه جدا، وهم سلموا صراحه بعد العشاء يشكرون عليها، وما شاء الله شكلي جميل مثلهم. كذا بيصير في اختلافات في الدرجات، يعني في ناس كانوا مأملين انه في البرايم كلكت، خاصه الناس المبدعين ذول حقين التمثيل ذول عندهم دراما في البكاء، هم يحمون في الـ في الـ في البرايم فيؤدون اداء جيد في كلكت. الان اختلفت الموازين. لا ممتاز، انا يعني من هذا المكان ارسل تحياتي الحاره لفادي داغر على سحبه لش اسمه الدرجات، واتمنى ان يكون كل يوم، لان هؤلاء المتسابقين يستحقون مثل هذا، واتمنى دخول ابو كاتم ايضا واستبعاد كل من كان يعدل في فقره بروفايلك. استاذ وليد طيب القرار بعد قوي، الشباب قاعدين يجيهم صدمات كثيره بس لا هذه. انا ما ادري ليش مخك جايبني هنا، ما تجيبني هنا. لا تلاحظ حاجه، راحت رقبتي. تلاحظ حاجه يا وليد؟ ها تلاحظ حاجه؟ بالله عطني شكل المتسابق المخرج او عطني رده فعلهم. ما في اي رده فعل من كثر الصدمات، خلاص ما ادري ايش الكيف والله. ما في اي خلاص. يا اخي طلع صار يتلقون الصدمات القويه كذا. طلع طلع محمد منصور، لا لا اثنين طلعوا، ما زال فصل التيامي الصيامي مطلب. يا اخوان اتصلوا باحد الدكاتره، خلينا نحل هذا الموضوع. والله يا شيخ مصطلحاتك حقت المحكمه دي ما بعندي، ما دخل مصطلح طبي. اسف معليش. انا اقول لك طلع محمد منصور ودراما وصيام، بعدين ابو كاتم دخل وطلع اثنين، ومحسن كسر الدنيا، المطبخ ابو علي جايبنا العيد بهم. والله بعذرهم خلاص المفروض ينتهي البرنامج الاسبوع الجاي، كل شيء صار لهم. ترى هذه تسمى اعراض انسحابيه. والله لا يقول لك عجبتني. شفت واحد مثلا يسحب يحبي على عادي، هذا شيء طبيعي. بس انا كاني شفت لقطه قبل، شفت بس عيون، ما ادري وين الوجيه راحت. اوه بس كذا، يا ربي سترك. يا اخي ودك. انا اخاف بكره يطولون ثيابهم الشاب، ما ما ادري يعني كيفهم يا رجال. جاي تلطم هنا، وش جاي يسوي؟ انت عشان توري العالم وجهك، من جاي تلطم؟ لا ترى بعض الناس من زين وجهها، بالعكس خلي. لا هو المقصد انه انت وجه اعلامي، ظهورك يكون لا 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 معلش، لا على كيفك انت وجه اعلامي. كل من طلع ثلاث شهور وجه اعلامي، لا وجه تلفزيوني، وجه بدون اي كلمه كذا، وجه صوره تلفزيونيه. طيب الشباب يعطيهم الف عافيه، خلونا نشوف الوجه الشعري من وجوه هذا البرنامج. شوفوا هذه القصيده الجميله، هذه القصيده طبعا موجهه لنا احنا، خلينا نشوفها.